والآن مع أول تمرين تطبيقي في هذا الدرس يطلب منا أن نحسب مجموع الأعداد الصحيحة لرقم ما، وهذه العملية مثل الفاكتوريال من ناحية المبدأ. يعني إذا فهمت المثال الذي اشتغلنا عليه لحساب الفاكتوريال فلن تجد أي مشكلة هنا. إذن سوف نسمي المتغير الخاص بنا find sum، وسوف نستدعي الدالة يعني الفانكشن ذات المتغير x مع إضافة الشرط التالي، يعني إذا كانت x أصغر من أو تساوي 1 return x، يعني أننا لن نحسب مجموع عدد سالب مثلا. إذا كان العدد سالب أو يساوي 1 يعني سوف يظهر لنا فقط العدد نفسه، مثلا إذا أدخلنا الرقم ناقص 5 سوف تعود لنا ناقص 5 كنتيجة، يعني سوف نهتم هنا فقط بالأعداد الموجبة. else يعني إذا كان الرقم أكبر من 1 return x، يعني فسوف يظهر لنا الرقم x زائد find sum of x minus n، يعني هنا هذا هو التكرار أو الخلف، يعني سوف يظهر لنا الرقم x زائد يعني نفس العملية سوف تعاد على x ناقص 1، يعني مثلا إذا كان x 5 سوف تظهر لنا 5 زائد 4، ثم نفس الشيء بالنسبة لأربعة سوف تظهر الأربعة والثلاثة وهكذا إلى أن نصل إلى الرقم 1، وهذا هو المبدأ الخاص بالتكرار.